زينب محمد الشافعي، مواليد 1943، سوسة، ليبيا. التحقت بالحركة الكشفية سنة 1964 بمخيم جدين تحت قيادة وإشراف المرحوم علي خليفة الزايدي. أسس أول فرقة مرشدات في درنة بعد طرابلس وبنغازي، فأسست فرقة مرشدات في درنة ونميتها في طبرق وفي البيضة، إلى أن اشتركنا في المخيم الأول للمرشدات العربيات في طرابلس. نماه حبي للعمل الخيري التطوعي، لأني كنت من مؤسسات الجمعيات النسائية في ليبيا بعد بنغازي وطرابلس. بدأنا في درنة جمعية النهضة النسائية، كنت أنا اللي أسست أول نواة جمعية نسائية، وكانت الاجتماعات طبعا في الوقت هذاك الوقت صعب في 61 62، وكانت المرأة منكمشة. طبعا أبلة حميدة العنيزي المكلفة بجمعيات النسائية فشجعتني وقالت لي شوفي بنات زيك طموحات ويبوا العمل التطوعي العمل الخيري. كان أهم عمل وأفتخر به إلى جانب أعمالي الثانية هو مشاركتي في حملة مهو الأمية بقصر حمل. وصلنا لغاية درنا مركز تدريب مرأة في قصر حمل، وكانوا الأخوات اللي عندها منتسبات لمهو الأمية نجوا نمروا عليهم العشية الساعة 3 يرموا المنجل في الزرع ويجوا ونعطوهم الحصص نتاعهم، بعدين هم يرجعوا يحصدوا الزرع واحنا نرجعوا لمصراتنا لمكان ثاني عشان نتموا في مهمتنا التطوعية في مهو الأمية. أعمل خيرا كل يوم، أعمل خيرا كل يوم، يعني كل يوم عليك أنك تدير حاجة، ولو أنك طبست حولت حشاك حاجة بالطريق وحطيتها على جنب الطريق، لابد تعمل خيرا كل يوم.